19 بركاته فلتكن معنا امين. انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم، ولاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. والمجد لالهنا دائما ابديا امين. علشان نحفظ انا بقول اصحاح 17 هي الصلاه الشفاعيه الكفاريه لربنا يسوع اللي قدمها بعد ما وعظ التلاميذ. والكلام ده كله حصل فين؟ في بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس اخت برنابا اللي هو اول كنيسه في نفس العليا. المسيح يسوع طلب طلبه لاجل ذاته، واتكلمنا عنها في اليوم الاول من 1 لـ5. وصلت العزه بتاعته ان هو ايه؟ المجد. فبيقول له ان هو عايز يسترد مجده اللي هو بارادته اخلى ذاته وخد صوره عبد. لو كان المسيح يسوع في مجده على الارض ما كانش ممكن يقدر يقدم ايه؟ الخلاص، لان دي وضه بس من ومضات اللاهوت. لما قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. سقطوا يا احبائي على وجوههم. اتكلمنا عن الطلبه الثانيه. الطلبه الثانيه من اجل التلاميذ، من اجل الرسل. وقلنا ان عصر الرسل ده ما يتكررش، لان عصر واحد. واخدين بالكم؟ عصر واحد. في هذا العصر سلم العهد الجديد بالكامل. وقال القديس يهوذا الايمان المسلم مره لاجل ايه؟ القديسين. اما المرحله الثالثه فاللي هناخدها بكره بالليل، انا احب الرب وعشنا من ايه 20 لايه 26 صلاته من اجل مين؟ الكنيسه ككل. قلنا ان في كلمه في صلاته من اجل ذاته، وفي كلمتين في صلاته من اجل تلاميذه ورسله، في ثلاث كلمات من اجل صلاته لاجل الكنيسه. من اجل ذاته مجد، كلمه المجد. طب من اجل تلاميذه كلمتين، ايه هما الكلمتين؟ احفظهم وقدسهم. الاثنين نلاحظ فيها حفظ وقداسه، وده اللي هنكمله النهارده. لاجل الكنيسه في ثلاث طلبات. ليه ثلاث طلبات من اجل الكنيسه؟ وده اللي هنعرفه بكره بالليل. نمره 1 ليكون الجميع واحد، لان الانقسام هو سر الخراب. ليكون الجميع واحد. نمره 2 يكونوا معي. وكلمه معي يعني حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. نكون معاه في نفس المكان اللي موجود فيه. نمره 3 ليكون فيهم الحب اللي فينا. دول الثلاث نقاط اللي بيتكلم عنهم يا احبائي. تعالوا بينا النهارده نكمل اللي قلناه بالامس من اجل الرسل. اتكلمنا بالامس انه قال له انا اظهرت اسمك للناس. قال له انا جاي لكن هم لسه موجودين في العالم، فممكن احفظهم في اسمك. وقلنا ان اسم ربنا في حد ذاته برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. بعد ما اتكلم الكلام ده وقال ان اللي اعطيتني لا يهلك منهم الا ابن الهلاك، ودي بتدينا طمانينه ان جميع الخطايا، اولاداني
جميع الخطايا اللي بنقترفها الرب بيحاول معنا ويفضل ورانا لغايه ما يتوبنا عنها واحنا مش قد التجارب. لكن الخطيه الوحيده اللي بتعرض الانسان للهلاك ان يبيع المسيح ابن الهلاك، ان يبيع المسيح ويضرب الايمان. نكمل النهارده، فاضل 8 نقاط هنقولهم بسرعه ودول بالنسبه للرسل. النقطه الاولى، انا اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم. ايه 14، انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم. دي بتورينا ايه؟ بتورينا عذاب وعذاب. عذاب اديتهم كلامك وعذاب من العالم اللي حواليهم. العالم ابغضهم. وليه العالم ابغضهم؟ لان كلام الله ضد كلام العالم. انا دايما اقول محبه العالم، لا مش حبه المال، محبه العالم عداوه لله. ايه معنى كلمه عداوه؟ يعني ضد. واخدت بالكم؟ لما نيجي نقول ايه هدف العالم وايه هدف ربنا؟ هدف العالم كلمه واحده، اثبت ذاتك. وهدف ربنا كلمه واحده، انكر ذاتك. واخدت بالكم؟ عشان كده انا اديتهم كلامك. ايه الكلام اللي اديته لكم؟ الكلام اللي يخليك تنكر ذاتك وتقول احيا لا انا بل المسيح يحيا في. العالم بقى في كل اعماله لازم كل واحد يثبت ذاته، لازم كل واحد يثبت وجوده في اي مكان، في العمل، في الشغل، في البيت، في اي مكان، في الدراسه، في اي مكان، اثبات الذات. عشان كده فكر العالم هو اثبات الذات. حاجه تانيه كمان، مجد العالم ومجد الله. مجد العالم في السياده ومجد الله في الخدمه. عظمه العالم انك تبقى سيد والناس تخدمك، وعظمه الله انك انت تخدم كل الناس. من اراد فيكم ان يكون عظيما فليكن خدام للجميع. فهنا لما بيبتدي المسيح اول جمله يقول لك انا اعطيتهم كلامك. الكلام اللي اداهولهم المسيح ما حفظهوش لكن طمنهم. قال لهم الروح القدس لما هيجي يوم الخميس يعمل ايه؟ يذكركم بكل ما قلت لكم. يبقى لما نيجي نقول ايه الكلام اللي اداهولهم؟ من مكتب الروح. بس الروح القدس جه وذكرهم بكل حاجه، بكل حاجه، وهم معاه ما كانوش فاهمين. حتى هو نفسه قال لهم خير لكم ان انطلق. ليه؟ ده احنا بنلوص. ده مره انت طلعت على الجبل وخدت معاك بطرس ويعقوب ويوحنا في التجلي، سبتنا هنا، جابوا لنا واحد ابنه عليه روح نجس كان بيتدلع علينا وما عرفناش نخرج، وكنا مكسوفين وخجلانين وفي نص هدومنا، ما صدقنا انك انت نزلت، قمت سيبنا وتمشي خالص بالكامل. قال بالعكس، افضل لكم ان انا امشي. ليه؟ لاني وانا معاكم انا جنبكم، لكن لما امشي اكون فيكم، اكون فيكم بروحي. وهناك فرق لما انا اكون فيكم واكون جنبكم. وانا جنبكم عملت اعمال، وانا فيكم هتعملوا اعمال اكتر من الاعمال اللي انا عملتها. ايه رايكم؟ عشان كده لما يجي يقول الاعمال التي انا عملتها تعملونها وتعملون اعظم منها. علق على النقطه دي اغسطينوس، قال ايه الاعمال؟ اقصى عمل عمله المسيح، اقوى عمل عمله المسيح ايه؟ اقام لعازر بعد موته باربع ايام. وبعد ما اقامه عاش فتره من الزمن ورجع ايه؟ مات. انتوا بقى هتقيموا
واحد ميت بالخطية ليه 40 سنة مش 4 أيام، وليه 50 سنة وليه 60 سنة، تكلموه يقبل الإيمان، يجي للمسيح، يعتمد، يتولد ويقوم وياخد حياة جديدة. والحياة اللي ياخدها دي ما ليس للموت سلطان عليه. ادي معنى كلمة الأعمال التي أنا أعملها تعملوها وتعملون إيه أعظم منها. عشان كده بيقول أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم. ليه؟ لما نقبل كلام يسوع يظهر في حياتنا، يظهر في تصرفاتنا، يظهر في سلوكياتنا. يا أحباء، انتوا حتى لما بتبصوا في التلفزيون، واخدين بالكم في اللي بيفقدوا اولادهم احبائهم وهم بيتكلموا ويطلبوا السماح من اجل القاتل ويصلوا من اجله ان ربنا يسامحه ويفتح عينيهم على الايمان، هناك فرق. لدرجه اهل العالم لما بيسمعوا الكلام ده يقول لك ايه ده؟ دول ايه اللي بيقولوه؟ ليه؟ لان ده فكر العالم. تعالى لحد من اهل العالم، الارهابيين قتلوا ابنه، ربنا ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ويحصل 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 ويحصل، فتبقى الصوره احبائي ايه؟ تختلف اختلاف كلي. طلب النقمه وطلب الرحمه مش ممكن انسان عادي. عشان كده انا دايما اقول ده الترمومتر اللي بيقول ان المسيح فينا. ليه؟ لا يستطيع ان يغفر احد الخطايا الا مين؟ الله وحده. تفتكروا ارميا يقدر يغفر؟ لا، ولا حد يقدر يغفر، استحاله. لكن لما يجي ارميا يقول لا انا بل المسيح، هتبص تلاقي في الحال ايه؟ غفر، وفي الحال سامح. عشان كده لما جه حتى يعلمنا الصلاة الربانية لم يعلق على أي جملة في الصلاة الربانية، يعني ما علقش ليتقدس اسمك ولا ليأتي ملكوتك ولا لتكن مشيئتك، علق على جملة واحدة: إن غفرت للناس خطاياهم يغفر لكم أبوكم السماوي خطاياهم، وإن لم تغفروا للناس فلا يغفر لكم. فالإنسان بحد ذاته ما يقدرش يغفر، ما يقدرش. داود اللي قلبه حسب قلب الله قبل ما يموت، قبل ما يموت قال لسليمان: شمعي ابن جيرة سبني، وانا حلفت له ان ما اذيش وما اقدرش ارجع في كلامي كلام الملوك، بس مرقوب منه بعد ما اموت اتلكك له موته وما تخليش يموت موته طبيعية. معقولة يا داود؟ معقولة؟ ايه رأيكم في أرميا النبي الباكي اللي قلبه كله على إسرائيل ويقول يا ليت رأس ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا على قتل بنت شعبي؟ يقول لها يا صور بنت صهيون اسكب الدمع كنهر نهارا وليلا، لا تكف حدقة عين، قومي اهتفي بأول الهزر، اسكبي كمية قلب قبالة وجه السيد. عارفين؟ جه واحد اسمه فشحور، رئيس كهن اسمه فشحور، راح ضرب أرميا بالألم قدام المجمع. عارف داود قال له ايه؟ انتقم يا رب لي منهم. ايه يا أرميا؟ طب ما الشعب بيغلط فيا بتقول لي سامحه، يغلط فيك انت تسامحه، لكن يغلط فيا انا تجيب لي حقي. ده طبيعة البشر. دي طبيعتنا كبشر. فلما بيجي يدينا فكر العالم، بناخد فكر كلام الله، فكلام الله ضد فكر العالم. وعشان كده احنا مره التلاميذ بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له انت في السنه الثالثه انت هتطلع تحضر الفصح في اورشليم علني؟ قال لهم لا، ما اقدرش اطلع علني. ليه؟ قال انتوا تقدروا تطلعوا علني، لكن انا ما اقدرش. ليه ما تقدرش واحنا نقدر؟ هل اصل انتوا من العالم دلوقتي، ولو طلعتوا مفيش فرق، لكن انا لو طلعت اشهد ضد العالم. عارفين ايه كلمه يشهد ضد العالم؟
اصل الشهاده مش بالكلام، الشهاده بالسلوكيات. اضرب لكم مثل بسيط. نفترض مكتب من المكاتب الحكوميه كل الموظفين فيهم في حراميه، في واحد اتعين في وسطهم امين ما بيسرقش، تعرف يعملوا ايه؟ يعملوا المستحيل عشان يخدعوه. ليه؟ وجود وسطهم شاهد ضدهم، وجود وسطهم شاهد ضدهم، وجودنا في العالم شهاده ضد العالم وضد فكر العالم. عشان كده هنا لما بيقول انا اعطيتهم كلاما والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم. لك المجد يا رب. احنا دلوقتي مش من العالم كما اني انا لست من العالم. يعني ايه؟ يعني غيرنا الجنسيه. في ايه حلوه قالها بولس، لتكن سيرتنا، كلمه سيرتنا في اليونان يعني ايه؟ جنسيتنا في السماويات. احنا خدنا جنسيه السماء، احنا بقينا بالنسبه للارض غرباء، وبالنسبه للسماء بقينا ايه؟ لسنا غرباء. في ايه توضح كده؟ بالنسبه للارض لو كنتم من العالم لكان العالم يقبل، صح ولا لا؟ طب بالنسبه للسماء لسنا بعد غرباء ولا نزلاء على جماعه القديسين واهل بيت الله. يعني احنا من ضمنهم، احنا من ضمن جماعه القديسين واهل بيت الله، اهلا وسهلا. يبقى اتغيرت الجنسيه، بقت لينا الجنسيه السماويه. عشان كده هنا بيقول لنا، بيوضح لنا، انا اعطيتهم كلامك، العالم ابغضهم، هم مش من العالم وانا مش من العالم. انا بستغرب علينا صراحه. يعني انتوا شفتوا اللي حصل للمسيح، اللي حصل له قليل. طيب انت عايش مين؟ عايش المسيح. ليه متضايق لما العالم بيهينك؟ ليه بتتضايق لما العالم بيبهدلك؟ يعني انت عايز بعقلك المسيح يتبهدل، وانت لما تعيش المسيح ما تتبهدلش. طب ما معروف ان المسيح جواه، العالم هيبهدل. بس انا مش عايز، انا عايز اخد حق من العالم. خلاص خرج المسيح من حياتك، العالم هيرحب بيك ويكرمك. العالم بيكرم اتباعه، بيكرم اللي معاه. عشان كده بيوضح لنا، لانهم ليسوا من العالم كما انا لست من العالم. طب يا رب، طب ما تحل المشكله. انا احلها ازاي؟ ما دام مش من العالم ما تنقلنا على طول. كل اللي يؤمن بيك تروح نقله، وكل اللي يؤمن بيك تنقله. يعني انت عملت كده مع اخنوخ، صار اخنوخ مع الله ولم يوجد، لان الرب ايه؟ نقله، انقلنا. طب انا ممكن انقلكم، بس هتحصل كذا مشكله. ايه المشاكل؟ نمره واحد، عدد المؤمنين كان كام؟ حد يعرف؟ 120 نفس. انا جاي اصنع خلاص عشان انقل 120 واحد للسماء واسيب باقي العالم يهلك. ينفع؟ طيب. طب والحل؟ قال انا جاي وهم هيفضلون. عشان كده يقول لست اسال ان تاخذهم من العالم. ليه ما ياخذهمش من العالم؟ لان هم دول اللي هيمثلوني. في آية أنتوا حافظينها بس فكروا فيها معايا، اثبتوا، خلوا بالكم، اثبتوا فيا وأنا فيكم. يعني إيه اثبت فيا وأنا فيك؟ وأنا في السماء أنت ثابت فيا وأنا بمثلك أمام الله، وأنت على الأرض أنا ثابت فيك وأنت بتظهرني للعالم. أنت نسيتوا إنكم أنتوا حاجتين في العالم؟ أنا سيبكم في العالم عشان تكونوا ملح ونور. لو أنا خدتكم يبقى العالم طعمه ماسخ،
ملوش، لأن الملح هو اللي بيدي الطعام. أنتم ملح الأرض. أنت الملح، أنت اللي بتدي للعالم طعامه. فلما أخدكم أشيل من العالم طعامته، وأنا لسه ليا أنفس ملايين الملايين عايز أنقلها للسماء. أنا لما اديتكم كلامي عشان تعيشوه، ولما تعيشوه الناس اللي في العالم تقراكم، أنتوا رسالة المسيح المقروءة. مليون مرة أقول الكلام ده، أقول الناس بره لا هتقرا أفسس ولا هتقرا كرونسوس ولا هتقرا كلوسي، لكن هتعمل إيه؟ هتقراكم أنت. هتقرا تصرفاتكم وسلوكياتكم. شوف لما تكون زوجة من الزوجات قلبها محروق على رجلها اللي فارقها وراح، وتقف تطلب الرحمة للي عمل العمل ده. دي أكبر عزة، دي أكبر عزة لكل من يستمع. هي دي الرسالة، هي دي القوة. مرة أحد الرهبان في دير الأنباص المعيل راح يصلي وساب القلاية، وبعدين جه حرامي بجمل دخل القلاية خد اللي فيها وخرج. وهو خارج وماشي بالجمل، الراهب راجع ايه؟ القلاية. فبص على الجمل شاف الحاجة بتاعته كلها، عمل نفسه مش ايه؟ مش واخد باله، وراح دخل القلاية لقى الكتاب المقدس. واللي بالكم راح خده كده على الراجل، انت يا عمي، انت يا عمي بتاع الجمل، انت يا عم. افتكر ان هو بيقول له ان انت. فالراجل لقى نفسه بعد عن الدير، قال لك بس انا اقرا والكلام هدفله في الحته دي. فهو قال له عايز ايه؟ قال له نسيت الكتاب ده، واداله الكتاب ورجع. فبعد ما رجع الحرامي خد بعضه بالجمل ولف ورجع له، قال له انا جيت لك عشان اسرقك، لكن انت اللي سرقت قلبي للمسيح. هذا الراهب، هذا الحرامي وصل لدرجه السياحه في 3 سنين. عارفين الحرامي ده اسمه ايه؟ الانبميصائيل السايح. في 3 سنين وصل لدرجه السياحه. كان دايما يقول انا جيت عشان اسرق، اتسرقت، اتخذت، سبق قلبي، خدان، خدني بالكامل، ملأ قلبي. هي دي الصورة اللي بيقدمها. عشان كده هنا بيقولوا لست اسأل، نمرة 2، لست اسأل ان تأخذهم من العالم. طيب يقعدوا ويوعظوا، وايه تاني؟ بل ان تحفظهم من الشرير. في كتاب كتبه أنيس منصور اسمه حول العالم، رحلة حوالين العالم. واخدين بالكم؟ في قصة عجبتني حكاها، بيقول لما رحت بريطانيا فدخل المناجم بتاعت الفحم، فبيقول الجايد هو واخدنا وبندخل المنجم ونازلين، الحيطان كلها كربون، باب صماد، الحيطان كله. فبيقول في زهر طالع في الحيطان ابيض ناصع جميل في وسط السواد، الورد الزهر ده موجود. فبيقول انا افتكرت ان ايه؟ الناس الانجليز بيعملوا ايه؟ بينظفوه كل شويه، ينظفوه يبقى شكله حلو. فبيسال الجايد بيقول له هو الزهر ده بتنظفوه؟ قال له لا. قال له ازاي؟ قال له وريك. نزل في الارض وخد حفنة من الهباب ورشها على ايه؟ على زهره. الزهر الهباب عمل ايه؟ اتزحلق، ولا هبابه لزقت في الزهره. قال اصل ربنا اوجد الزهره هنا ومديها ماده زيتيه تخليها ترفض اي هباب يدخل فيها. يعني ممكن ربنا، ممكن ربنا، اصل هو اللي واضع قانون الطبيعه، وممكن هو اللي غير. لست اسال ان تاخذه من العالم. طب ايه رايكم؟ ما كانش ربنا قادر
لما يحموا الاتون 7 اضعاف ينزل بس شويه مطر. مش السيول بتنزل احيانا؟ ايه رايكم لو نزلت سيول للنهر هتعمل ايه؟ هتطفو. لا بلاش ينزل مطر. الناس اللي يجوا يكتفوهم يجي لهم شلل وما يقدرش يتحرك ويثبتوا في مكانهم. كان هيتوقف العمل. لكن لا. ده يخليني نبوخذ نصر يقول لك حمه 7 اضعاف وربنا يبعد شويه قوي عشان ايه؟ عشان يشعللها زياده. شعلل كمان. وبعدين يربطوهم بقوه وبعدين يحذفوهم. لكن لما ينزلوا في وسط النار زي ما يقول لست اسال ان تاخذهم من الاتون ولكن ان تحفظهم في الاتون. بيتمشوا جوه النار. منظر جميل. ليه؟ النار حتى لما طلعوا للنار لما بتيجي ناحيه الهدوم بتعمل لها ايه؟ ريحه. حتى ثيابهم حتى شعرهم. تصور واحد جوه النار وشعره مفيش شعرايه واحده تتحرق. ده الحفظ. احفظهم من الشرير. ده الحفظ اللي ربنا بيحفظنا فيه. عشان كده ربنا بيعمل كده. بيعمل لنا عملية حفظ. تقول لي طب واللي بيموتوا؟ أقول لك اللي بيموتوا دول تمموا رسالة وليهم في السماء درجة. ربنا بيبص للقلوب ويشوف الدرجات الحلوة. والدرجات مش بالمقياس البشري. مقياس إلهي. تبص تلاقي ناس بيحبوا ربنا قلبهم ابيض ما يعرفوش لا يوعظوا ولا يعرفوا يقولوا مرد انجيل ولا يعرفوا يصلوا يمكن حافظين الصلاه بالعافيه وطلعوا سافروا على ليبيا علشان يجيبوا قرشين ويجيبوا لهم تعيشوا. ربنا يقول لهم انا موديكم ليبيا لان انا عايز اعملكم شهداء. معقول؟ طب ايه رايكم دول لو عاشوا وعملوا لهم قرشين وجم في بلدهم وقعدوا كان هيوصلوا لدرجه ايه؟ ولا حاجه. اتعملت لهم كاتدرائيه في البلد دي اللي اسمها قبر انا رحت العصر فيها باسم الشهداء. الله له طرق. حاجات بنقول لماذا هذا الاتلاف؟ لكن ربنا يقول ايه؟ عملا حسنا صنعت به. مش كان النهارده في الانجيل اللي اتقرا لماذا هذا الاتلاف؟ انت بتقول اتلاف، انت بتقول موت، انت بتقول فقد حياه، لكن انا بقول ده عمل حسن. دي صوره جميله انا بعملها. ادي معنى كلمه لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ونقف هنا عند كلمه الشرير. من هو الشرير؟ لكن نجينا من الشرير. قد وضع العالم في الشرير. لما نيجي نقول الشرير، الشرير ده 2. منظور متحد مع الغير منظور. في شرير غير منظور اتحد مع الشرير المنظور. وكونوا جبهة. الجبهة دي اسمها جبهة الشرير. جزئية من العالم وجزئية من الشيطان اتكون الكوكتيل بتاع الشرير. واخدين بالكم؟ عشان كده بيقول له يوضح بقى في الاخر ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. ليه يا رب بتكررها تاني؟ علشان أأكد لكم ان انتوا مش من العالم. أأكد لكم ان انتوا الفترة دي اسمها فترة بسيطة. يوم وخرت الصبح. ليلة ونهايتها الصبح. أنا دايماً لما أراجع حياة بولس الرسول، عارفين فترة خدمة بولس الرسول كانت كام سنة؟ 14 سنة واستشهد من ساعة ما قبل المسيح لغاية ما استشهد 14 سنة. إيه 14 سنة عذاب ومرار جنب بولس لما هتشوفوه هناك في المجد العظيم اللي لا يوصف الدرجة الكبيرة اللي هياخدها. ده من كتر ما شاف فوق وشاف المجد اللي شافه فوق لما رجع قعد يبص بجسمه
كان دايما يقول الخطه دي خدتها كذا والبطحه دي عشان الحاجه الفلانيه وظهري ده مش هقدر، بص في ظهري تلاقي ظهري كل مطبوخ اتجلدت 40 جلده الى واحده 5 مرات يعني 5 في 39. شوف قد ايه بولس اتجلد وظهره، ومره اتكسرت بيا السفينه، قضيت 24 ساعه على لوح خشب في وسط البحر في المحيط. طب يبص لقى حته في جسمه سليمة. عارف يقول لك ايه؟ نفسي اكمل نقائص شدائد المسيح فيه. لا، لو جسد يبقى معنى روح في جسمي. مش جسد. جسمي يعني جسمي يعني حاجة مادية. نفسي اخد خطة في الحتة دي. ليه؟ انا اصلي اصلي كل خطة لؤلؤة. اللي قال اللي بتتوج اتجاه بتاعت الملوك. في دائرة المعارف البريطانية، اكتب حتى في على النت دائرة المعارف البريطانية، ما هي اللي قالت؟ عارف هي ايه؟ جروح حيوان بحري. في حيوان بحري اسمه حيوان اللؤلؤ، موجود جوه صدفة، جسمه جيلاتيني، تدخل الرملاية تنغرس في جسمه. أول ما تتغرس الرملاية في اسمه تجرحه، تعمل صديد وتعمل مدة ويتألم وتفضل تتبلور بمية البحر لغاية ما هذا الجرح يتحول إلى إيه؟ إلى لؤلؤة بيعملوا بها إيه؟ بيجملوا بها اتجاه. ياه، طب إيه رأيكم في الماس؟ الماس أصله إيه؟ فحم. الفحم الاسود يبقى الماس. الالماس اللي بتزينوا بيه فحم اسود، ايه اللي حوله الالماس؟ قال لك لانه ضغط تحت ضغط شديد 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 وفضل يضغط لغايه ما تحول من فحم الى ايه؟ الى ماس. ما تزعلش لما تتضغط، ما تزعلش لما تدخل لك ده كله. عشان كده يبتدي يقول لهم ايه بقى؟ انا عايز حاجه ايها الاب، ايه هو؟ قدسهم في حقك. كلامك هو حق. يبقى الجزئيه اللي فاتت كلها اتكلم عن ايه؟ عن احفظهم. الجزئيه اللي فاتت اتكلم عن احفظهم. يا ريت اللي معاه الموبايل يطلع بره يرد، ما يردش جوه الكنيسه. خطيه. فهنا لما نيجي نقول يبقى اذا يا احبائي يطلع يطلع نلاحظ ان في الفترة اللي فاتت كلها ان بيتكلم عن الحفظ. من اول هنا هيتكلم عن ايه؟ عن القداسة. قدسهم في حقك. يعني ايه قدسنا؟ يعني خصصنا. ما هو الحق؟ كلمة حق يعني أليسية. والحق هو الآتي. روح القدس اسمه روح الحق. كلام الله كلامك هو حق. يعني قدسهم في عمل الروح. قدسهم في كلمتك، كلامك هو حق. ايه كمان تاني؟ جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. في حاجة تاني؟ أنا الطريق الذي يوصل إلى الحق وينتهي بالحياة. يبقى إذن هنا لما يجي يقول لنا في دول كده كلمة قدسهم في حقك، ما هو حق الله؟ المسيح. المسيح بالكامل، بعمل الروح القدس، بعمل كلمة الله، بعمل سر التناول، بعمل السلوك في الله، يبقى هو ده المسيح الحق. وعلى فكرة يا أحباب، لما نيجي نبص نلاقي المسيح الحق، مش هنتذمر على الله. هو ليه الشيطان بيخلينا نتذمر على ربنا؟ ياخد المشاكل اللي احنا فيها ولو شوف لو ربنا بيحبك يسيبك تشرب من كعانك، يسيبك كم مهمة، يسيبك تعبان، يسيبك كذا. طب ما تبص للمسيح، في أغلى منه عند الآب.
مش سحقه بالحزن، مش داخل طريق الألم. عشان كده لما نقبل الحق نقبل الألم. فاكرين زمان واحنا صغيرين كنا نرنم ترنيمة حيث قادني أسير، لو سجنت ولو ضربت ولو قادني للصلب همشي معه دوما كل حين. عشان كده هنا لما بيقول له قدسهم في حقك بدأ بيقول له كلامك هو حق. وكلمة كلامك هو حق يعني نقبل كلمة ربنا ونعيشها. وعايز أقول لكم حاجة، لما تحصل مشكلة بينك وبين ربنا ارجع للكونتراتوف، ارجع للكتاب المقدس. لو كان ربنا بيخدعك بيقول لك بمجرد ما تؤمن وتبقى مسيح الناس كلها هتضرب لك تعظيم سلام والكل هيرحب بيك وهتبقى غني وهيبقى عندك وعندك وعندك وهتتشال المشاكل، لو انا كده اقول له لا يا رب انت ضحكت عليا. لكن لا، هل طريقكم هنا في هذا العالم هيكون بابه ضيق وطريقه قال هتكونوا مبغضين من الجميع؟ ده اتساع يظن فيهم كل من يقتلكم انه بيقدم خدمه لله. ادي معنى كلمه قدسهم في حقك لان كلامك هو حق. دخل في نمره 6، كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. نشكرك يا رب، الاب ارسل الابن والابن ارسل التلاميذ، واصبحت الارساليه عن طريق التلاميذ لينا. عشان كده احنا بنقول الكنيسه مبنيه على اساس الرسل. ارسل التلاميذ، احنا الرساله بتاعتنا قائمه على ارساليه التلاميذ، وارساليه التلاميذ قائمه على ارساليه مين؟ المسيح. وارساليه المسيح قائمه على ارساليه مين؟ الاب. فالاب قبل المسيح والمسيح قبل واطاع، يقول كل يوم تفتح لي اذنا لاسمع واتعلم. المسيح بيسمع من طفولته ويتعلم لكي اغيث المعية بكلمه، اقدر اغيث المعية بكلمه. وفي ايه ثانيه يقول لك اعطيت لسان المتعلمين. هو ما درسش في مدارس، لكن مين كان يقدر يقاوم الحكمه اللي هو فيها؟ عشان كده انا ارسلتهم الى العالم. ويختم بكلمتين، لاجلهم اقدس انا ذاتي. ليه من اجلهم يقدس ذاتي؟ ده سؤال. لاجلهم اقدس انا ذاتي، لان لو انت رحت للصليب، لو انا وانت حاضرين الصليب، هيصعب علينا يسوع. هنقول ان رساله المسيح فشلت. قعد 3 سنين وشويه وطلع فلوس. فين حبايبك؟ مفيش. واحد من تلاميذك يبيعك، واحد من تلاميذك ينكرك، والباقيين يهربوا يستخبوا، واديك انت مت على خشبه العار. عايزين تاني اكتر من كده، عايزين تاني اكتر من كده. عشان كده هنا يا احبائي نشوف الصوره، ان يسدى الستار على فشل كامل. لا ما تخافوش، انا اقدس ذاتي. يعني ايه اقدس ذاتي؟ ذاتي اللي انتوا هتاخدوها. فانتوا لما بتاخدوا ذاتي انتوا بطبيعتكم ضعفه. ايوه، في ضعفكم بتفعلوا الخطيه، ولما تفعلوا الخطيه اسم الله بيجدف عليه بسببكم. فانا اقدس ذاتي يعني اغير في الطبيعه بتاعتكم. اغير. تقدر تغير يا رب؟ انا اقدر. انتوا فاكرين ايه؟ مش انا بصليبي انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع؟ الصليب ده خشبه شبره. ايه رايكم لو رميت قطعه من الحديد في الميه تعمل ايه؟ تغرق، تختص. لكن أليشع راح رامي فرع الشجرة، الحديد طفى على وش المية. معقولة؟ أيوة. ليه؟ أصل أنا بصليبي بقدس ذاتي، وتقديس ذاتي يعني ذاتي اللي هتدخل فيكم هتغير طبيعتكم بالكامل، تخلي الضعيف قوي
وتخلي الجبان شجاع وتخلي المريض يشفي. تتصور بولس كان عنده مرض، كانت العصائب اللي على الجرح بتاعه تشفي المرضى وهو برضه مازال ايه؟ مريض. معقوله؟ ما هو ده الطريق. مش بيقول اقدس زواجكم، لا، لو هيقدس زواجكم يقول لك اقدس زواجكم وعيشوا بزواجكم، لا، انا اقدس ذاتي وافضل فيكم لغايه اخر نسمه من حياتكم، وبعد كده لما هتروح السماء من ينكر نفسه هناك يعمل ايه؟ يجدها، تجد ذاتك في السماء. في مثل بسيط، الانجيل اتكتب للارض واللي كتبه انجيل يوحنا القديس يوحنا، وسفر الرؤيا مين اللي كتبه؟ القديس يوحنا. طب سفر الرؤيا ده خاص بيه؟ بالسماء. والانجيل ده خاص بيه؟ بالارض. هل يوحنا في الانجيل ذكر اسمه؟ لم يذكر اسمه ابدا. اقرا يوحنا من 1 لـ21، يقول لك التلميذ الاخر، يقول لك التلميذ اللي كان يسوع يحبه، يقول لك ابناء زبدي، ما رضيش حتى يقول مين ابناء زبدي. لم يذكر اسمه في الانجيل المقدم للارض. ليه ما ذكرتش اسمك؟ لان مش عايز ذاتي تظهر في الارض. لكن لما جه يكتب سفر الرؤيا قال ايه؟ انا يوحنا، انا يوحنا اخوكم وشريككم. الله، ما انت قلت انا يوحنا، ما اللي ينكر نفسه في الارض يجدها في السماء. دي الصوره الكامله اللي بيوديها لنا. فهنا بيقول من اجله اقدس ذاتي، وكل ما اقدس ذاتي يكون هم ايه؟ مقدسين في الحق. يعني ايه في الحق؟ اصل كلمه مقدس يعني ايه؟ مخصص. في ناس مخصصين مقدسين او مخصصين في الباطل. يقول لك الفلان ده متخصص في بيع المخدرات، فلان الفلان ده متخصص في بيع الاسلحه، واخدين بالكم؟ فكلمه متخصص، بس انتوا هتكونوا متخصصين في الحق، لان كله بيدعي الحق، واخدين بالكم؟ كل اللي بيدعي الحق وكله بينسب نفسه لله. ده اللي بيسرق يقول يا رب استر، واللي بيقتل، واللي كله بيذكر اسم ربنا. لكن هنا القداسه والقبول في الحق، ده اللي قدمه بالنسبه للتلاميذ. وهنتقابل بكره بالليل الحب الرب وعشنا في اللي هيقدمه لمين؟ الكنيسه ككل، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. Jesus.